رقم 5 يعكس 5 سنوات من الجهد المبذول في مجال تطوير قطاع الناشئين والشباب في الأندية الرياضية في دبي. يمكن هاي فرصة سانحة أو فرصة للأندية لخوض تجارب حقيقية، لخوض مباريات قوية قبل استهلال الموسم الرياضي التنافسي الرسمي من قبل اتحاد الكرة. البطولة هاي توفر للأندية أيضا مناخ من التنافس الشريف، مناخ من المباريات القوية اللي على أثرها ممكن يستعدون استعداد فني جيد، أيضا توفر مناخ لتجربة بعض اللاعبين ممن ممكن الاستعانة بهم في المرحلة القادمة. أشكر مجلس دبي الرياضي على هذه البادرة اللي تعد اللاعبين حق الموسم الرياضي، يعني مثل ما تقول هي دورة تنشيطية يعدون فيها الفرق خاصة أندية دبي للمرحلات الدوري، ونتمنى إن شاء الله الفرق كلها استفادت من هذا من هاي البطولة.